اخوتي. هذه مطيشه مزروعه في محبق عندي في الدار وكتعطيني بغزاره. اجي نوريك كيفاش تغرسها عندك في الدار. فانا اخوتي عندي فيها الاكتفاء الذاتي، عندي فيها الاكتفاء الذاتي وغير في الدار. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم الاسرار ديالها ونوريكم طرق جهنميه. صراحه اخوتي انا في رمضان ما شريتهاش، غير كنت كنسمع الأشمينة اللي كانت مديرة باهظة، فكان عندي فيها الاكتفاء الذاتي. واليوم ان شاء الله غنبارطاجي معكم كل شيء. وحتى الناس اللي ما عندهاش فين تغرس او ما عندهاش مساحة او ما عندهاش فين دير التربة، شوية ديال التربة غادي يعطيك ان شاء الله تيمار ان شاء الله ابار ديكور، يعني غادي تستفد منها حتى على الاكتفاء الذاتي. وان شاء الله نبداو على بركة الله. بسم الله اخوتي، غنشرح لكم على هاد الشتله باش يكون شرح مفصل. غنحسبوا شحال فيها من عنقود ومن بعد غادي نقول لكم السر فين كاين باش عطات بهاد الكميه او هاد الانتاج الغزير. هذا العنقود الاول وهذا الثاني وهذا الثالث. حسبوا معايا شحال من عنقود دابا كاين، وهذا الرابع ما شاء الله، وهذا الخامس اللي يجيب الازهار ديالو. وهنايا كاينين ثلاثه ديال العناقيد اللي هما الازهار. هنا خوتي هاد الشتله كما كتشوفوا اللهم بارك وزيد في ذلك، يعني السر ديالها هو هاد القنينه اللي كاينه في هذاك المحبق او هذاك السطل ديال 5 دراهم. وشوفوا دابا ما شاء الله بالكميه اللي حاطه اللهم بارك وزيد في ذلك، شوفوا النتيجه قدامكم اخوتي. المهم اخوتي ما علينا، هذيك القنينه اللي شفتو في المحبق هذه اخوتي قبل ما ندير التراب درتها هي الاولى وسط هذا السطل، عاد باش عمرت عليها التراب. ولكن هذيك القنينه راها مشقوبه، كلها مشقوبه، يعني مشقوبه بحال الغربال. علاش؟ باش نخشي فيها الخضره لداخل او القشور ديال الخضره لداخل، وهذوك القشور كيبداو يتحللو وكيبدا يخرج هذيك التربه من دوك الفتوحات اللي درت، وهكا كنسمدو بها. علاش القشور ديال الخضره؟ حيت اخوتي التمره ملي كتكون في التربه، سواء فواكه سواء خضر، كيخص بزاف ديال التغذيه او بزاف ديال العناصر اللي هي كتمتصهم من الارض، وهما اللي كيتكونوا عباره عن حب او عباره عن تماره. هذاك الشيء اللي كنديروا حنايا، كناخذوا هذوك القشور ديال هذاك التمار وكنسمدوا بها وكنلقاو فيها كاع هذوك العناصر. هذا هو السر اللي كيخلي الشتله يعني تعطي بسرعه وكتنضج بسرعه. ومعلومه اخرى اخوتي، هذيك التربه اللي كتباع في المحلات التجاريه بحال مثلا بيم مرجان، هذيك التربه اللي كيبيعوا راه كتكون مصايبه من هاد القشور ديال الخضره، او كاين شي تربه اخرى اللي كتكون مصايبه من النخل او من العواد او من الاوراق ديال الاشجار. مهم اخوتي، دابا فاش وليت كنبغي نزرع مطيشه كنستعمل هاد الطريقه اللي شفتو. دائما كنستعمل هاد القنينه اخوتي، وهي جد فعاله وكتعطي نتائج اخوتي مذهله. ما كتجي فين تحيد العنقود التحتاني حتى الفوق كتنوض الازهار وكتطق عاوتاني عنقود اخر، يعني انت كتجنيها اولا كتحصدها من التحت وهي كتشيري من الفوق ديالها. اما بالنسبه للسر الثاني ديالها هو هاد البرعم هذا اللي كتلقاه ما بين الساق والورقه، خاصك تبقى ديما تحيدو. كيقولوا لي الفلاحه سراق الماء، هذا كيسرق غير التغذيه وما كتستافد منه والو، يعني من الاحسن تحيدو. قد ما حيدتي قد ما كيزيد الانتاج عندك في الشتله. دابا خوتي ندوزو للعمليه الثانيه اللي كانت كتجربه ونجحات وغنتقاسمها معكم اليوم. شويه ديال التراب في نص ديال القنينه او الربع ديال القنينه من فئه 5 لتر في شويه ديال الماء، وكاينه واحد الشيفونه اللي هي خارجه من الفم ديال القنينه وطالعه الفوق، فراه ما كنسقيش التراب، هي ملي كتحتاج الماء كتمتصو من هذيك الشيفونه. وفاش كانت مازال ما دارش الثمار كنت كندير ليها المخلفات ديال القهوه، حيت المخلفات ديال القهوه فيها النيتروجين كيخدم الاوراق وكيخليها خضراء. في المخلفات ديال القهوه كنجيبهم من القهوه حيت اصلا هما غير كيرميوهم. وهنايا فاش نضجت التمار غادي خاصها الكالسيوم باش تكبر او باش تولي ضخمه، داكشي علاش درت القشور ديال الموز لتحت. وشوفوا اخوتي اللهم بارك وزيد في ذلك، تبارك الله ما شاء الله عطيه التمار تبارك الله. كيف ما كتشوفوا فالعمليه كانت
ناجحة 100%، وحبيت نبارطاجيها معاك وبشوية ديال التراب والماء. شوفوا ما شاء الله تهزها في يدك وديها معاك، تخرجها معاك للزنقة، وخفيفة بالنسبة للناس اللي ما عندهمش فاش يزرعوا، يمكن لهم يديروها الطريقة هذه وبطريقة نقية. فأنا كانت هذه غير كتجربة، بغيت غير نجرب، وإن شاء الله غنبدا نزرع طماطم على هذه الطريقة هذه، ما غتحتاج تراب بزاف، وفي نفس الوقت ما غاديش تاخذ ليا مساحة. فشوفوا ما شاء الله، ومازال جيبه الأزهار، اللهم بارك وزد في ذلك. ودابا خوتي غندوزو للطريقه الثالثه، حتى هي غنتقاسمها معاكم. كيف ما كتشوفوا هنايا قنينه ديال 5 لتر، وهاد القنينه خوتي مدير فيها قنينات اللي هما ديال لتر، يعني ديال لترو، يعني قنينات ديال المشروبات غازيه او ديال الزيت. وشوفوا لي دابا الازهار، يعني جيبه تبارك الله. من بعد غندوزو للتفاصيل ديالها، اللهم بارك. كيف ما كتشوفوا طريقة قدامكم، كل شيء بين، كل شيء واضح، غير هما اخوتي هادوك القراعي اللي مخشيين، هاد القراعي اللي مخشيين في هاد البوديزة، فراه فيهم اخوتي حتى هما واحد الشيفونة مديرها، يعني خارجة من الفم ديال القنينة من الاسفل وهابطة في الماء. حنت لتحت ديال هاد 5 لتر كاين الماء لتحت، كندير غير الماء تما كينات، وهي كتمتص بحال هاد الشيفونه اللي شفتو دابا، هي اللي كاينه في هاد القنينات. ملي كتحتاج الماء الشتله كتمتص من هاديك الشيفونه اللي قلنا، يعني انا ما كنسقيها ما والو، غير كنكب الماء في هاد القنينه او هاد البوديزه من التحت. ودابا من هاد الثقب هذا كنرمي القشور ديال الموز، حيت دارت الازهار وغتبدا دابا في النضج ديال الثمار. وملي كنبغي نسقيها اخوتي، فراه كنحل هاد الغلاقه اللي كاينه الفوق، وكنكب الماء من تما كاينات في البوديزه، وصافي سدينا، ما كنسقي لا شتلات لا والو. هي ملي كتبغي الماء كيف ما قلنا كتحتاج الماء، راه كتمتص. والتحت ديال هادو القنينات فراهم مشقوبين كما شفتو، باش كيبقاو يتنفسوا الجذور. وكما كتشوفوا اخوتي اللهم بارك وزيد في ذلك، يعني بوديزه ديال 5 لتر تقدر تزرع فيها اكثر من 4 أو 5 ديال الشتائل. وكانت هذه هي المعلومات، وكانت هذا هو الفيديو اللي حبيت نبارطاجيه معاكم. وفي الاول وفي الاخير، الى عجبك المحتوى ما تنساش تدعمه معاك بشي لايك، وسلام الله عليكم اخوتي. شاف الله يا الميمه لا تزر بي عليا راه باقي صغير، شاف الله يا الميمه ولا تزر بي عليا راه باقي صغير، شاف الله.